قرية تتربع على سفوح التلال، تتمتع بجمالها ومناظرها الطبيعية. هنا قرية باب عبد الله في سلنفة. اسمها بابيلا، وفي العربية عربوها إلى باب عبد الله. باب عبد الله تشتهر بمعظم زراعات الساحل السوري الجبلية والساحلية، ناشطة زراعيا والمزارعين نشطين زراعيا، ولكن نحن بينقصنا المياه للأسف الشديد. منطقتنا نحن أعلى نسبة هطول مطري وأعلى نسبة عطش. المنطقة حلوة والمنطقة آمنة وفيها تآلف جميل جدا جدا جدا، مثل كل يعني المنطقة الساحلية، فيها كل أسباب الراحة للسائح وللمواطن وللزائر. وبنتمنى يعني بدنا نحن اهتمام. الضيعة شبه سياحي، اتجهت الضيعة أكثر شيء بعد السياحة نحو الزراعة، مشان يعني العالم انه توفر احتياجاتها على القليل، انه يعني العالم انه تاكل من 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 محصوله. فالعالم اتجهت نحو الزراعه، يعني نحن تشتهر ضيعتنا اكثر شيء بالكرز. في عندك موسم الكرز، موسم الجوز، موسم التين، يعني في كذا موسم. في اشجار الثانية انواع بس يعني في قله، يعني مو انه مواسم كثيره. بنقوم بزراعه التبغ كمان، التبغ يعني، وهي العيش، يعني هي احدى المشاريع الحديثه، يعني احدى المشاريع الحديثه، يعني من شيء 4 5 سنين بلشت القريه هون بزراعتها، والحمد لله عم تعطي منتوج كويس. انا بتمنى كثير العالم تجي تزور. نحن ضيعتنا تبعد عن المصيف اصلا في 5 كيلومتر، وجوه كثير حلو وهادئ وناس طيبين. تعالوا عنا على هالمناخ الكوي، على هالهوايه بالبلد. شو على دلعونا وعلى دلعونا، ويا حبايب قلبي اوعوا تنسونا. وعلى دلعونا وطالي عطلوعي، وحيطت بدي تساور لحد الكوعي. وهي سنة الغالة وهي سنة الجوعي، وانا دللتك يا ابن الملعونة. على دلعونا على دلعونا، جيه البهداوي ما بده جنونا. سلنفة لوحة من صنع الطبيعة، جارة الوادي والجبل، تمتلك مقومات السياحة بكل تفاصيلها، ومقصد لكل زوار المحافظات ودول الجوار.